حتى المحاولة دكتور ازاي انا اسف كلمة حضرتك عارف مع الوقفة. طيب عايزين نعرف التصعيد اللي ممكن تعملوه لو لم تستجب وزارة الداخلية او الدولة لمطالب حضراتكم. بعد كلام الجماعة العمومية مفيش كلام، ليه رأي شخصي قبل ما يبقى في جماعة عمومية. جماعة عمومية قررت خطوات تصعيد، الخطوات دي هتفضل مستمرة لحد الجماعة العمومية العادية في 25 مارس. ايه هي الخطوات حضرتك تحديدا؟ قررت خرجت من الجماعة العمومية المطالبة بإقالة وزير الصحة، ماشي، المطالبة بتقديم وزير الصحة للجنة أدب المهنة لموقفه الغير مبالي من الأطباء في طوال الأزمة السابقة، المطالبة بتقديم المتسببين لمحاكمة عادلة ناجزة، الترتيب لامتناع عن العلاج بأجر في المستشفيات بعد أسبوعين، وهيبقى في خطوات تصعيدية لحد يعني الحد ده بعد أسبوعين، لحد الأسبوعين دول هيبقى في خطوات تصعيدية تدريجية لحد القرار ده. قرار روعية في اتخاذه ان ما يبقاش فيه اي اضرار بالمرضى، المرضى جزء من المجتمع اللي قدم لنا اعلى دعم شهادته اي موقف نقابة مهنية، المرضى دول اهلنا، احنا هنقدم لهم العلاج ولكن لن يقدر العلاج باجر في المستشفيات. دكتور منى، تعليق على هجوم الاعلام على الاطباء خلال الفتره الاخيره. الاطباء الحقيقه مش عشان الموقف الاخير بس، الاطباء وقبل الاطباء بيدفعوا فاتوره الموقف القوي القوي ضد فصفصه الصحه، ضد فصفصه التعليم الطبي، ضد مشروع قانون اللي يقال انه مشروع قانون تامين صحي شامل، وهو في الحقيقه فصفصه وضياع للفصول الثابته من المستشفيات والوحدات الصحيه اللي اتبنت بفلوس الشعب المصري. نقابة الأطباء ما ننساش كانت البلورة الأولى في رفض قانون الخدمة المدنية، وجمع حواليها رفض واسع من النقابات المهنية والعمالية. الحقيقة موقف نقابة الأطباء مش بس الموقف الأخير اللي بنطالب فيه بس بالعدل، موقف نقابة الأطباء في السنوات الأخيرة هو موقف قوي مع حق الأطباء في الأجر العادل والعمل في بيئة مؤمنة والتعليم الطبي بعيدا عن الخصخصة، وفي نفس الوقت مع حق المواطن في خدمات صحية جيدة محترمة ورفض خصخصتها. وإحنا اللي بنقول علموا الناس، اعملوا تعليم طبي مستمر، إجراءات مكافحة العدوى، أظن الكلام ده كله الناس سمعته 100 مرة، وإحنا بنتكلم على سوء أوضاع مكافحة العدوى في المستشفيات. مستشفياتنا لحد النهاردة أماكن للموت مش أماكن للعلاج، كلمنا في ده كتير وكررناه. هل اتخذ إجراء في ده؟ خلال الأسبوع هل أي حد فيكم بيدخل مستشفى عام يدخل الحمام بتاعها يلاقي حمام نظيف وفيه صابون وفيه مية فقط؟ طب دكتورة منى، بعض الأصوات بتنادي إن حضرتك تبقى وزيرة الصحة، تمام؟ انا يعني شرفني جدا 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 اني اكون عضو في مجلس نقابه الاطباء، ده اعلى امالي، انا مش عايزه اي منصب غير كده اهو في اي مكان اخر. خلال الاسبوعين يا فندم انا عايزه افضل مع زملائي الاطباء، بنحاول مع بعض ان احنا نعمل نقله في وضع المنظومه الصحيه.